اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تحمل شكل تفعيل الملصقات المتحركة. قم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط بنزول الأسفل والضغط هنا على توفير البطارية بطاقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل الملصقات المتحركة. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.